بس فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيعمل عليه، والطبيعي ان انت تبقى كويس، انت بتلعب في النادي الاهلي فلازم تبقى كويس يعني. طبعا انت مسيرتك مليانه بمدربين اثروا في مسيرتك، مدربين ساعدوك. معانا واحد من المدربين اللي كان ليه فضل في بداياتك كده، لكن انا احبك انت اللي تاخد التليفون وتقول الو، ولو ما عرفتوش انا ساعدك فيه. هلو حبيبي كابتن هاب. عارفك كابتن من صوتك إيهاب والله. دسوقي طبعا، مدربك في وادي دجله وهو دلوقتي مدرب في نادي انبي 2001. كابتن إيهاب دسوقي تحياتي ليك وتحيات كابتن شريف. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بالمداخله دي، ويشرفني اولا ان انا مداخله في قناه الاهلي من اكبر الانديه في الوطن العربي. والحاجه الثانيه كمان اللي السبب اللي بيدخلني كمان في المداخله دي حد من ابنائي اللي انا بعشقهم، وتوقعت وتنبأت بالاحداث اللي بتحصل دي كلها على فكره. يعني انا مش عايز ازود ولا اضيف، لكن حقيقي انا توقعت وتنبأت بالاحداث اللي بتحصل دي بالحرف الواحد، وقلت له الكلام ده وهو معايا. بس كان شاي وتعبك، كان شاي وتعبك وعامل لك مشاكل، وانت يعني تعبت معاه برضو كتير. صدقني هو فعلا كان لعيب مشاكل، ودي من ضمن الحاجات الكويسه فيه على فكره، ان اللعيب برضو ما ينفعش يبقى مسالم قوي، يعني يبقى مشاكل لكن يعني يبقى فيه شقاوة الملعب دي شقاوة حلوة مش حاجة. اللي هي المقبولة، اللي هي بتساعدنا على ان احنا نتألق يعني. وانا توقعت، انا قلت له محمد ما تستعجلش، وهو فعلا كان بيسمع كلام وكان بيستجيب. قلت له انت فيك مزايا كتير، يعني فيك مزايا ربنا سبحانه وتعالى مدي لك حاجات كويسة، تلعب برجليك باثنين، تلعب في اكثر من مركز، يعني لدرجة ان انا عايز اقول لحضرتك كان في حوار حاصل معاه. قلت له محمد انت تقريبا لعبت في كل المراكز ما عدا حارس المرمى. قال لي والله يا كابتن انا فعلا انا حتى حارس المرمى انا اقدر اقف يعني. فخد بالك ان دي من ضمن الحاجات الكويسه اللي انا شفتها فيه، عنصر السرعه موجود فيه. في مزايا كويسه كتير قوي توقعت ان هو التوقع والتحرك عنده حاجات كتير، وانا اعتقد ان محمد شريف لسه امكانياته كلها ما ظهرتش مع النادي الاهلي ولا في الكره المصريه، لسه قدامه مستقبل كبير جدا. لكن انت مدرب الناشئين والمدرب الاول، ايه اللي شفته في بدايات شريف عشان تقول عليه كنت متوقع له هذا المكان؟ اولا ثقته بنفسه، كان ليه شخصيه يعني لعيب ناشئ وليه شخصيه، دي حاجه مهمه جدا. نمره اثنين زي ما قلت لحضرتك بيلعب برجلين اثنين. نمره ثلاثه انه بيجيد اللعب في اكثر من مركز. نمره اربعه ان عنصر السرعه متواجد فيه، طب انت عايز ايه تاني؟ المهاره كمان موجوده فيه، اللي بيعرف يعمل سنتات، بيعرف يغير اتجاهاته، بيعرف يعمل سيرنات، حاجات ما كانش يعني مش كل الناشئين تقدر تعملها. بيستجيب لاي شغل تدريبي، بيستجيب لاي تكتيك احنا بنشتغل بيه، اي فكر بنشتغل بيه. طب انا عاوز ايه اكتر من كده في لعيب كوره ناشئ؟ عشان كده انا قلت له ربنا سبحانه وتعالى هيجيب، وهتبقى في يوم من الايام في اكبر انديه مصر، ومصر كلها هتتكلم عنك، وهتنضم لمنتخب مصر. ولسه ان شاء الله الامل الثاني. لكن انت وانت بتشوفه كده بيبقى ناقصه ايه؟ بتنصحه يعمل ايه؟ والله يعني ممكن هيلث التحامات، بس يعني هي دي اللي انا الحاجه اللي انا ايه انا عايز وقت هو يبقى ايه كويس فيها التحامات، اللي سامع ان هو ما يخافش ما يهابش يعني. لان دي هتساعده على ادائه للمهاره اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اداها له يعني. انا هسيبه معاك بقى عشان هو عايز يتكلم معاك شويه. يا بوب حبيبي يا شاري والله عامل ايه؟ كان يقدر يقول لك يا بوب هو في الملعب وده ها العصايه تطلع على طول في الناشئين خرزانه. لا هو كان قريب مني جدا يعني، قريب من اللعيبه وفي حدود طبعا الالتزام، وده لازم يحصل يعني. النهارده انا اولادي بتعامل معاهم كده، لازم انا اقرب منهم عشان خاطر اقدر اخد منهم اللي انا عايزه يعني. بالظبط، وعشان يستجيب. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله انا احسن منك. ده دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، انا سعيد جدا بالمداخله دي، وعايز اشوفك حاجه كبيره قوي. وانا قلت لك كده يا محمد، قلت لك ان شاء الله هتبقى في النادي منتخب مصر، ومصر كلها هتتكلم عنك، وده اللي هيحصل ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. خد بال حضرتك برضو في ميزه كويسه قوي، كل ماتش بياخد 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق بينزل يسجل. لا ده هو زعلان انه منقذ، بيقول لا ده امر طبيعي وانا هتعمل طول الاعلام يديك لقب، خده ودور على اللي بعده وربنا يكرمك. والله ابدا يعني، بس هي حضرتك ملاحظ ان الفتره اللي فاتت دي كان بياخد فترات عمره ما خذل الجهاز الفني لما نزل بينزل في ماتشات. على فكره يعني حظه ما اعرفش اقول الكويس ولا حظه العاسر، انه بينزل في ماتشات صعبه جدا، وبيبقى اول ما بينزل بيبقى مطالب بتغيير نتيجه بوضع معين بتسجيل، يعني بينزل تحت ضغط وبيأدي، ودي ميزه كمان الماتشات بتبينها مع محمد شريف.
دي بقى حاجه جديده اللي انا شفتها فيه، اللي هو وقت ما بينزل بيسجل. يعني هو طبعا انت عارف ان اي لعيب بيبقى بيفرض عايز يلعب وعايز يبدا وبتاع، لكن يقول لك انا كابتن انا ما لحقتش، انا اديتني 5 دقايق 10 دقايق، انا ما يا دوبك لسه كنت بسخن، يا ما دخلتش في الجيم، ما انسجمتش. لا، هو بيخش في الجيم هو متاخر ولظروف الماتش كمان من الكهرباء وينزل بيسجل. ايه الجمال ده؟ بس انا مش عايز دي تبقى طبعا ايه طابع بقى ان هو ايه خلاص يبقى راجل ايه على طول بقى هو ينزل يسجل. طب ما هو يبدا، لو بدا اعتقد ان هو هيبقى ليه شأن تاني كمان. يعني لازم نديله برضه يعني فين دي الكلام ده انا مش عايز ادخل فيه، لكن هو ياخد قسط اكبر من اي مباراه. اعتقد ان هو هيبقى محل ثقه و رد بقى الشيف ان هو وفي ميزه دي كمان ان هو راجل مش عارف اقول لك ايه والله يا بوب. دي حقيقه، حد بيسجل وحد بيهدف وفي مزايا كتير قوي. انا فخور بيك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، والله انا فخور ومبسوط اللي انت معانا في المكالمه، ومبسوط اللي انت معايا لحد دلوقتي، رغم ان كابتن ايهاب بقى لي فتره طويله مش بيمرني طبعا، بس على تواصل دايما معايا ومن الناس القريبه جدا. يعني ربنا يخليك، انا بعتبر المكالمه دي هي رد جميل وشرف في رقبتي ومسؤوليه كبيره قوي، وحقيقي وجودي في قناه الاهلي معاك النهارده ده اضافه. اقل حاجه معاك كابتن ايهاب سوقي، شكرا لحضرتك دايما كده، ان شاء الله تطلع لنا نجوم مهمه جدا، ودايما اولادك في كره القدم انت شايفهم في مكان كويس. ولكن انت برضو قلت حاجه مهمه جدا، ان المكالمه دي يعني رد جميل. شوف قد ايه كابتن ايهاب شايف ان المكالمه دي حتى وان كانت حاجه بسيطه منك، وان انت متواصل مع مدير فني كان ليه فضل عليك، حاجه كويسه. واعتقد ده يعني نقول شكرا على التربيه وشكرا على البيت عندك. كابتن ايهاب راجل محترم، فيعني يعني ايه اللي يمنع ان انا اتواصل معاه؟ مفيش حاجه تمنعني ان انا اتواصل معاه. راجل ليه فضل عليا، كان في الناشئين بيمرني، كان الناس القريبه مني فعلا الكلام اللي بيقوله اللي هو تنبأ لي اللي انا فيه ده بالظبط. قال لك الكلام ده بدري وانت عندك كام سنه؟ قاله لي اصلا قبل ما العب فريق اول، قاله لوالدي وليا، قال له ابنك ده هيبقى من احسن اللعيبه في مصر، استنى ما تستعجلش. كل الكلام اللي هو قاله ده فعلا وقال لي هتبقى هتلعب في احسن انديه في مصر، نفس الكلام اللي قاله لي والله، مش مجامله. هو فعلا قال لي الكلام ده. كان شايف فيك ان انت مميز، بس بقول لك بقى شد في الالتحامات شويه. قابل